بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة مالتنا شلون نسوي الستيت سبيس فورميليشن بالطريقة الثانية. احنا قلنا الستيت سبيس فورميليشن والستيت اكويشن عندي ثلاث طرق اسوي لها برزنتيشن. الطريقة الأولى اللي أخذناها هي طريقة الكومبينيون فورم. نجي على الطريقة الثانية اللي هي الدايجونال فورم. نفس المثال اللي حليناه بالكومبينيون فورم راح نحله بالدايجونال فورم. Obtain the form of the state equation of the system defined by. نفس المثال السابق in diagonal form. أول شيء أحول هاي نفس الطريقة مع convenient form أو أطلع من عندها الـ A. تذكرون let y يساوي x1, y dot يساوي x2, y double dot يساوي x3. فراح يصير عندي x1 dot يساوي x3, x2 dot يساوي x2, x2 dot يساوي x3, و x3 dot يساوي ناقص 6 x1 ناقص 11 x2 ناقص 6 x3 زائد 6 u. فراح تكون عندي هاي ال state space وهاي عندي y هالشكل اللي عندي y يساوي x1 من الفرضية مالتنا. نجي على ال diagonal. شو راح اسوي الدايجونال؟ الدايجونال افرض x يساوي pz. x يساوي pz اجي اشتغل x اللي هي x dot يساوي pz dot. هاي الفرضية اعرف انه x يساوي pz ف x dot يساوي pz dot. انا عندي الستيت مالتي x dot يساوي ax زائد vu. اذا بمكان x dot راح اخلي pz dot. بمكان x انا عندي p مكان a اي تنزل مكان x هي pz زائد بي يو تنزل. اريد ابقي زد دوت هنا وحدها اذا اضرب في البي انفرس وانتبه الى ضرب المصفوفات لازم يكون كله من نفس الجهه. فاذا ضربت هنا في البي انفرس كله يصير من نفس الجهه في البي انفرس. كل الاطراف اضربها في البي انفرس طرفين في البي انفرس. بي انفرس في البي تروح تصير ايدنتيتي ماتريكس يبقى لي زد دوت. زد دوت هنا راح يكون عندي بي انفرس اي بي زد وهنا بي انفرس بي. افرض هاي مصفوفات تساوي لي اي 1 افرض هاي مصفوفات تساوي لي بي 1 فراح يصير عندي z دوت يساوي اي 1 z زائد b 1 u y يساوي cx بمكان x اخلي بي z فافرض هاي c في البي يساوي لي c 1 فراح يصير عندي y يساوي لي c 1 z فصارت نفس الشكل z دوت يساوي كانه مصفوفه في z زائد مصفوفه في ال u y يساوي c 1 في z. شنو يلنا البي؟ بس عندنا ملاحظة مهمة انه انا من عندي بي انفرس اي بي ما اجي اضرب بي انفرس اي بي تضيعون الوقت. رأسا انا عندي بي انفرس اي بي يساوي لي بهالشكل يساوي دايجونال والدايجونال دايجونال ماتريكس والدايجونال عبارة عن الايجن فاليو. دايجونال عبارة عن الايجن فاليو. نجي هسه شلون نعرف المصفوفة بي؟ المصفوفة بي تعرفها بهالشكل. اذا كان عندي 3 باي 3 راح تكون عندي الرو الاول واحد الرو الثاني عباره عن ايجن فاليو الرو الثالث الايجن فاليو تربيع. اذا كان عندي 2 في 2 فراح تكون عندي الرو الاول واحد واحد لمدا 1 لمدا فقط هذاني. اذا كان عندي 4 في 4 راح يصير الرو الاول واحد الرو الثاني الايجن فاليو الرو الثالث الايجن فاليو تربيع الرو الرابع الايجن فاليو تك وهكذا. نتذكر احنا طلعنا هذا محاضرة سابقة لمدا شلون طلعتها؟ لمدا 1 طلعت لي ناقص 1، لمدا 2 ناقص 2، لمدا 3 ناقص 3. فراح يكون عندي البي شو يساوي؟ أول سطر 1 ثاني لمدا 1 ناقص 1، لمدا 2 ناقص 2، لمدا 3 ناقص 3. التربيع مربع الواحد 1 مربع ناقص 2 4 مربع ناقص 3 هي 9. اجي اكتب السيستم مالتي اللي هو z دوت يساوي p انفرس اي بي في z زائد p انفرس في البي يو. z1 انا عندي لان عندي ثيرد اوردر ديفرنشال اكويجن وينها؟ ثيرد اوردر ديفرنشال اكويجن معناتها انا عندي z1 z2 z3 فهاي z1 z2 دوت z3 دوت. قلنا ال p انفرس اي بي يساوي دايجونال ماتريكس والدايجونال هي الايجن فاليو فيصير عندي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. ماكو داعي اجي اضرب طلع البي انفرس واضربه في الاي واضربه في البي
رأسا تجرب تكتبها بالشكل الزيت هي عبارة عن زيت 1 زيت 2 زيت 3 البي انفرس في البي اجي اضربها راح تطلع لي بالشكل اليو عندي شقد اليو 0 0 6 هذا المثال مو نفسه هنا عندي 6 اوكي 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 ف 0 0 6 انتبهوا على البي انفرس هاي هي البي انفرس عشان اطلع البي انفرس لكم عدة طرق هي ايجاد البي انفرس تقدرون تستخدمون طريقة الادجوينت لايجاد البي انفرس وشان اتاكد اضرب في البي انفرس بي في البي انفرس يساوي الايدنتيتي فمن ضربت هاي في هاي طلعت لي بهالشكل ارجع الواي يساوي سي بي زد السي هي 1 0 0 البي طلعناها وزت هي زت 1 زت 2 زت 3 اجي اضرب اضرب هاي في هاي فايش راح يصير عندي؟ هذا الرو في هذا الكولوم يبقى لي واحد هذا الرو في هذا الكولوم واحد وهذا الرو في الكولوم الثالث واحد يصير واحد 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 هاي بالنسبة للستيت إيكويجن بالدايجونال ستيت إيكويجن بالدايجونال فورم ستيت إيكويجن بالدايجونال فورم